وصلنا لفقرتنا الأخيرة، اخترت لكم فيديو مصور بكاميرا سناب شات ليوم في حياة طالب بكلية الملك خالد العسكرية، خلونا نتابع. مثل ما شفنا هالمقطع اللي نشرته وزارة الحرس الوطني يوثق يوم من حياة طالب بكلية الملك خالد العسكرية، طبعا من بداية يومه من أول الصباح حتى آخر الليل، ويبدأ الفيديو من لحظة استيقاظ الطالب وبعدها توجهه لأداء صلاة الفجر ويبدأ في التمرينات الصباحية، وكمان يقوم بتنظيف وترتيب غرفته، وبعدها يتم التدريب على الرماية بالذخيرة الحية. وأظهر المقطع حضور الطلاب لدرس في قاعة المحاضرات ودرس آخر في مختبر علمي، وبعدها العودة إلى التمرينات الشاقة من الجري والقفز وعلى المرتفعات أكيد وعلى الزحف. يعني هنا محاكاة التفاصيل الصغيرة والكبيرة واعتماد التوثيق بشكل بسيط وإبداعي بعيد عن التكلف، حقيقة عشنا الجو معاه في يومه بطريقة ذكية ما سبق شفنا هالشيء بالتفصيل عن حياتهم كطلاب عسكريين. وتبقى وزارة الحرس الوطني هي الأولى في مثل هذا التوثيق البسيط والمفصل، وأكيد نشكرهم من وراء هالأعمال الرائعة اللي تثبت لنا قوتهم والظهور الساحق اللي حققونه في الميدان، وفخرنا أكيد العظيم فيهم. وبكذا وصلنا ختام حلقتنا اليوم، نشوفكم بكرة بإذن الله.